أنواع الشرك كم؟ لو قال لك إنسان هل أنت مشرك؟ تقول لا، أعوذ بالله. قال ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك وتتبرأ منه؟ تقول لا أدري. أقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت ما تدري. وكيف يحرم الله عليك شيء وأنت لا تعرفه؟ صح؟ أي نعم. يقول لك هذا، يقول عندك مخالفات مرورية؟ تقول لا، لابد. عندما تقول لا أنت تعرف مخالفات، صحيح؟ أي نعم. كيف بالشرك؟ أهم ما عليك معرفته معرفة التوحيد، معرفة الشرك حتى لا تقع فيه. فكم أنواع الشرك؟ أنواع الشرك، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر وشرك أصغر، الحمد لله. طيب، من يذكر لي مثال واحد على الشرك الأكبر؟ مثال واحد. نعم، الاستهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مخرج من الملة، استهزاء بالدين. الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد يكون أحيانا شرك أكبر، لكن الأصل فيه أنه شرك أصغر. الإشراك بالله، لكن إشراك أي إشراك؟ إحنا قلنا الشرك، تقول الشرك هو الإشراك. أعطينا مثال على الإشراك بالله يا رجل. نعم، الذبح. لا تكلم يا شيخ. الذبح لغير الله، أي ذبح؟ هذا يذبح لأنه جزار يبيع اللحم، أي هكذا. قل الذبح للجن، لأصحاب القبور، الذبح لغير الله محبة وتعظيما. نعم، فتح الله عليك. ذبح يا أخي، ريح نفسك. كل عبادة تصرف لغير الله فهذا شرك أكبر. كل عبادة، الذبح، النذر، الخوف، الرجاء، التوكل، الصلاة، الصيام، كل العبادات، وارتاح. هذه أمثلة على الشرك الأكبر، ألف مثال. مفهوم؟ طيب، وأمثلة على الشرك الأصغر، حلف بغير الله، الرياء، قول ما شاء الله وشئت. طيب، عندنا أيضا شرك خفي. الشرك الخفي أحيانا يكون أكبر، مثل النفاق الاعتقادي، المنافق نفاق اعتقادي، شرك وشرك خفي لكنه أكبر. والرياء شرك خفي لكنه أصغر. طيب.